هواتف رائدة أعلنت عنها جوجل، وأقوى ميزة بها هو التناغم الذي سيحققه معالجها الجديد جوجل تنسر مع نظام أندرويد، والذي سيكون أسرع ب80% من معالجات سناب دراجون المستخدمة في هواتف بيكسل السابقة. كما ستحتوي رقاقة جوجل الجديدة على وحدة معالجة خاصة بالعمليات الأمنية، والتي ستتيح لهواتف جوجل الحصول على 5 سنوات من تحديثات النظام. الهاتف جاء بتصميم جديد تضمن كاميرا أمامية على شكل ثقب مع شاشة من دون حواف بارزة، ولكنها منحنية للأسف، والتي لم تعجب شريحة واسعة من المستخدمين في هواتف سامسونج. أما الكاميرا الخلفية فجاءت على شكل شريط يقسم ظهر الهاتف إلى لونين. هاتف بيكسل 6 برو سعره $899، وسيزود بشاشة أوليد بحجم 6.7 بوصة بدقة 3120 في 1440 بيكسل، وبمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزينية تبدأ من 128 جيجا بايت وحتى 512 جيجا بايت، مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، وسيمكن للشحن الجديد شحن 50% من البطارية في 30 دقيقة. والكاميرات الثلاث هم كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تليفوتو بدقة 48 ميجا بكسل، مع قدرة تقريب بصري 4 مرات، 20 مرة تقريب رقمي، وكاميرا الترا وايد بدقة 12 ميجا بكسل. كما سيكون الهاتف الجديد أول هاتف يعمل بتحديث أندرويد 12، وسيحظى بواجهة النظام الجديد ماتيريال يو بميزات حصرية للهاتف الجديد. أما بيكسل 6 سيأتي مع فروقات ليست بالكبيرة جدا عن بيكسل 6 برو، وبسعر يبدأ من $599 أمريكي، وأهمها الشاشة والتي ستأتي بمقاس 6.4 بوصة بدقة 2300 في 1080 بيكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. كما تمت إزالة الكاميرا التليفوتو واستبدال البطارية بأخرى بسعة 4600 ملي أمبير، مع الإبقاء على سرعة الشحن 30 واط. أما ذاكرة الوصول العشوائي فأصبحت 8 جيجا بايت بدلا من 12 جيجا بايت. ألقاكم على خير.